موسيماني خلاص وبالتراضي يعني، شكرا موسيماني، الاهلي خد قرار خلاص ما فيش موسيماني تاني. طيب السؤال بقى، ومين مدرب الاهلي الجديد؟ ويا ترى هل ترى هنجيب مدرب خواجه ولا مدرب ابن بلد؟ ولو خواجه هيبقى مين؟ او جاي منين؟ او خلفيته ايه؟ طيب وليه دايما خواجه مش ابن بلد؟ طب ولو ابن بلد برضه مين؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، المنتخب ما كسبش ما قدام كوريا، وده في حد ذاته شيء تقيل وصعب علينا جدا جدا جدا. وهنا لازم نطلع على الأسباب ونعرف بعد أن نأخذ بهذه الأسباب هنتصرف إزاي. يعني ما هو مش ممكن بقى حسام البدري، بلاش حسام البدري، نجيب كان اسمه إيه اللي كان بيدرب، لسه كان اسمه إيه؟ كيروش. طب خلاص ما فيه بقى إيهاب جلاء، ما فيش إيهاب، هنعمل إيه؟ ممكن لو سمحتوا إحنا نأخذ رأي الرجل المتخصص صاحب التوقعات المرئية وغير المرئية، صديقنا العزيز أحمد درويش الناقد الرياضي الشهير والهمام. إزيك يا أبو حميد؟ أستاذ يوسف وحشني. عامل إيه وأنت أكتر؟ أخبارك إيه؟ طمنا عليك. والله الحمد لله والشكر لله، يعني إحنا أنا من قلبي والله ربنا عالم، أنا أتمنى للأهلي التوفيق، وبالتأكيد بقى كلنا بنتمنى للمنتخب بتاعنا التوفيق، بس هو إيه اللي بيحصل؟ ولا حاجة. أنا فاكر إن أنا كنت معاك في مداخلة يوم تعيين الكابتن إيهاب جلال، أنا فاكر كويس قوي، واختلفنا في وجهة النظر في جملة أنا قلتها ما عجبتكش وأنا اعتذرت عنها على الهواء. أنا أول نص ربعها أنا قلت لك إيهاب جلال بالنسبة لي هو أحسن ومش عايز أكمل. ماشي، فده كانت وجهة نظري وقتها. ماشي، انا كنت مؤيد وانت سألتني ليه، قلت لك والله كنت افضل لو كيروش مش هيستمر في مشروعه، وكنت اتمنى مدير فني اجنبي صاحب رؤية وصاحب طموح وصاحب مشروع نقدر نشتغل عليه زي الدنيا كلها ما بتعمل. لكن ما ان جاء إيهاب جلال فخلاص كل الدعم وكل التوفيق وكل المساندة للكابتن إيهاب جلال. احنا بندفع قرار متسرع يا استاذ يوسف، ثمن قرار متسرع لم يكن في توقيته ولا اوانه، ان احنا لسه عانينا من تجربه حسام البدري وكم الضغوط اللي حواليها واستمر فيها، رغم ان حسام ما خسرش، البدري ما خسرش مثلا، ورغم انه يمتلك شخصيه قويه وابن منتخبات وحقق بطولات مع الاهلي كرجل الاول، لكن الضغوطات كانت شديده وطار حسام البدري زي ما بنقول. ما بالك بقى بكابتن ايهاب جلال اللي هو ما بيمتلكش خلفية أهلي وزمالك، وراجل ما حققش أي بطولة، والظروف ساقطه أو وضعته في منصب الرجل الأول لمنتخب مصر. صحيح. وأنت عارف إن المنصب ده لن يرضي 100 مليون مصري، جميعهم يفهمون في كرة القدم. صحيح. أنت عارف كده كويس. طبعا. وبالتالي اتحاد الكرة أخطأ في قرار التعيين، وأنا ما زلت مصمم على موقفي. واتحاد الكرة بيجني ثمار قرار خاطئ جدا جدا جدا. عندنا الوقت الإصلاح، عندنا الوقت ان احنا نعيد الامور الى نصابها الطبيعي وحقيقي، بعيد بقى عن الكلام الكبير والكلام ده. احنا قدامنا 48 ساعة فارقة في تحديد مستقبل الكرة المصرية لسنين قدام يا استاذ. هم قالوا لنا النهارده ان احنا متمسكين بمقاعدنا كاتحاد كرة، هنستقيل ليه؟ احنا جايين في شهر يناير ما لعبناش غير 3 ماتشات، 3-2 رسمي وواحد ودي، فما فيش. هو انا بنقلك كواليس المجلس اتحاد الكوره، فاحنا مش هنستقيل. احنا قعدنا النهارده 7 من اصل 9 يتقدمهم رئيس الاتحاد غاب خالد البرندالي ومحمد بركات لنظر لتواجدهم مع المنتخب في كوريا. قال لك احنا منتظرين قرار او التقرير الفني من رئيس البعثه خالد البرندالي عشان نشوف تقرير مباراة اثيوبيا وتقرير مباراة كوريا، وبناء عليه هنحسم مصير ايهاب جلال. وايهاب جلال بالتالي هو كمان طلع تصريح انا مسافر امريكا اسبوع، وكلفت المساعدين بتوعي انهم يتابعوا ماتشات او يتابعوا حاله فنيه وبدنيه الماتشات في الدوري. فاحنا بنعيش حاله من التخبط. الشعب المصري في غليان على ارض الواقع، على الشارع في غليان، الكوره دي متلفه مزاج الشعب. وبالتالي عشان تصلح لابد ان تعطي عيش لخبازه. طيب الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات هما الخبازه في مجلس، صح؟ اهل العلم او اهل الذكر في مجلس. قالوا لنا ان هما عايزين مدير فني اجنبي وهما معاهم الملف.
فوجئنا بإيهاب جلال، فوجئنا بإيهاب جلال، وبالتالي كان هناك خطأ من مجلس إدارة اتحاد الكورة، وبالتالي إذا أقر اتحاد الكورة إقالة إيهاب جلال فعليه أن يستقيل قبلها، لأن هو قرار خطأ منه، فبالتالي هو كمان لازم يجي. بس هنا بيجي سؤال، مين اللي هيقول اتحاد الكورة يستقيل ولا ما يستقيلش غير الاتحاد نفسه؟ إنه أعضاء الاتحاد هم اللي قرروا أن يتقدموا بإقالته باستقالته، أو إن الجمعية العمومية تجتمع وتسحب الثقة من المجلس الحالي. طيب. سمعنا إنه ده بركات هيستقيل، ده حازم هيستقيل، لكن حتى اللحظة مفيش أي حد استقال. شيء مؤكد يعني، لا في حاجه بتقول هم قاعدين ولا حاجه بتقول هم ماشيين، فاحنا بقينا كجمهور يعني مش فاهمين ايه اللي بيجرى. لحد انا ما بكلمك كده انا ممكن اقول لك ثوابت على ضمانتي، يعني على عهدتك، على عهدتي لو الكرسي اللي قدام حضرتك اتحرك لا يمكن الجمعيه العموميه في مصر انها تسحب الثقه من اتحاد الكوره. طب الكرسي بيتحرك اهو، الجمعيه العموميه احرك لك الكرسي زي ما انت عايز. بس يعني ايه، انا بقول لك مستحيل. مستحيل يا استاذ يوسف ان هم يسحبوا الثقه، فالاجدى والاولى ان هم يعني ايه يراعوا حاجه الشعب المصري ويدوا الفرصه لحد قادر على الابداع وقادر على صنع القرار الكيف ويمشوا. انما الناحيه المعلوماتيه كصحفي بيكلمك، انا متاكد ان هم التسعه متمسكين بتواجدهم، ويوم الخميس هيعلنوا عن قرارات هم بيقولوا من شأنها إصلاح شامل وجذري في الكرة المصرية. ده اللي هيتم الإعلان عنه يوم الخميس. يعني حازم وبركات مش هيستقيلوا زي ما الناس بتقول. لا حازم ولا بركات ولا غير، والنهاردة في المجلس أصلا كلهم اتفقوا مفيش استقالة، وغير وارد إن أي حد يستقيل. ولو جبت أي حد وسألته منهم مستحيل هنستقيل، وده مش وارد في حساباتنا ولا في سياستنا. يعني انا اكتب على الشاشه دلوقتي الناقد الرياضي احمد درويش نقطتين فوق بعض، لا نيه لاستقاله اي من اعضاء مجلس اتحاد الكره المصري. بالظبط اكتب كده. وعندهم اجتماع بكره، استكمال اجتماع النهارده، وعندهم قرارات معلنه يوم الخميس. يعني عندهم بكره استكمال. طيب جلسة. انا هسالك سؤال وحقيقي هو سؤال بجد، يعني هو الفكرة في مسألة انه كل ما يحصل اخفاق ما، اما اننا نطالب بالإقالة او ان احنا نضغط لتقديم الاستقالة ولا نجد حلول؟ يعني انا خشيتي من ايه يا احمد؟ انت عارف فاكر كده 2011 لحد 2013 اتعينت كام حكومة؟ فاكر دي هوسة، فاكر، وكنا فاكرين ان دي فلاحة بالمناسبة بما فيهم انا، يعني كنا فاكرين هي دي الفلاحة يعني. طيب لا دي هوسه ولا تؤدي ابدا الى اي شكل من اشكال الاستقرار. كذا الحال بالنسبه للاتحاد، يعني هل المساله فعلا ان الاتحاد لازم يستقيل او يجب ان يقال، ولا من الممكن وضع رؤيه للاصلاح عشان انا عاوز الاتحاد يستقر حاجة. بقى انا هقول لحضرتك حاجه، انا والله لو شفت يوم الخميس قرارات بشانها الاصلاح دون محسوبيه وتعمل الشان العام والصالح العام بطريقة جيدة في خطة واضحة للمنتخبات ونظام المسابقة فأهلا بيهم. أنا شخصيا كأحمد، إنما إحنا لو مشينا على نفس السياق الصفة والعشوائية والمحسوبية والمجاملات وحاجات كتير غلط في نظام المسابقات، يا ده إحنا عندنا كارثة لسه بنعاني منها، وفي لجان تفتيش في خطاب الأهلي، في خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي ضيع البلد كلها، مش نادي فرصة حصول على بطولة. احنا لسه بنعاني من تسيب اداري او خطأ اداري في هذا الاتحاد. وبالتالي يا استاذ يوسف احنا معاهم لحد يوم الخميس، بس انا بقول لك هم لو يعني ايه، لو جالك الطوفان حط ابني مش عارف ايه كده، فانا بقول لك لو موجة شدت وكده هم هيضحوا بإيهاب جلال وهيبدأوا يجيبوا مدير فني اجنبي جديد. مين؟ لمنتخب مصر. مين ده؟ احنا هنضرب رقم قياسي في التغيير. ما انت هقول لك حاجه حلوه، قول لي على حاجتين. انجح فتره لمنتخب مصر في اخر 7 سنين كانت مع مين؟ مين؟ كانت مع ارجنتين كوبر. هتقول لي ايه؟ هاتوا كوبر تاني لو هو اللي بينجحنا. لا هقول لحضرتك ليه، انت دلوقتي كنت بتتكلم في نقطه هتعجبك اللي انا هقوله لك ده. قول يا باشا. ان كوبر قعد معانا من مارس 2015 لحد شهر 7 2018، استقرار. عارف الثلاث سنين ونص حضرتك عملت فيهم ايه؟
ما كنتش ثلاث نسخ أمم أفريقيا بتصعد، صعدك. ولما صعدك 2017 في الجابون وصلت النهائي وخسرت بهدف. يعني أنت من ما بتصعدش لصعدت. تاني حاجة عملها إيه؟ بقالك 28 سنة كنت بتصعد كأس العالم صعدت. فثلاث سنين ونص عملت حاجتين. وصلت نهائي أمم أفريقيا وصعدت أمم أفريقيا ووصلت نهائي كأس العالم. ليه؟ عشان في استقرار. إنما أنت حضرتك من بعد الكوبرا عملت إيه؟ جبت المكسيكي أجيري، وبعد أجيري جبت حسام البدري، وبعد حسام البدري جبت كارلوس كيروش، وبعد كارلوس كيروش جبت إيهاب جلال. فأنت بقالك ثلاث سنين جبت أربعة مدير فني، أربع أجهزة فنية. فده قمة التخبط طبعًا. كل واحد بيجي بطريقته وبفريقه وبمدرسته. طب أنا عندي سؤال برضو كمان. ما بتعتقدش إنه، خلي بالك أنا فعلًا عمري ما قابلت إيهاب جلال ولا شفته ولا اتكلمنا حتى في التليفون، حلو؟ وما اقدرش اقيم هو كويس ولا ما اقدرش، يعني مش شغلتي بصراحه انتوا اللي تقيموا ده، لكن على مستوى الشخصي شخصي مهذب. ما تعتقدش انه ايهاب جلال يبقى هو اللي مظلوم في هذه المطحنه؟ اصل ده عامله زي حجر الرحايا، لانه وارد ده مجرد خاطره جايه في بالي. تمام. انه ايهاب قدامه كم مقاومه غير مقاومه غير طبيعي من الفرقه نفسها. معاك حق، يبقى المشكله مش عند ايهاب. وطبعا ده حاجه، بص، اعتراف بقدرات الفنيه للشخص حاجه، والظروف المحيطه كمان حاجه. حلو. يعني انت النهارده بتلعب بدون 11 لعيب، النني وصلاح وحجازي وعبد المنعم ولاعيبه تقيله جدا، وتريزيجيه ومرموش قوام وحمدي فتحي، لعيبه كبيره غايبه عنك. ده تمام، امر مفروغ منه. الوقت ضيق، ان هو جه يا دوبك اشتغل ست ايام في ماتشين غينيا واثيوبيا، تمام. بس حضرتك من الاول انت جايب مدير فني وانت عارف انه مش هينجح مع منتخب مصر بسبب الظروف، بسبب الضغوطات، بسبب القدرات، بسبب انه مش هيجد الحمايه من اتحاد الكره نفسه. وبالتالي انت ليه بتضيع وقت وبتحسبها تجربه علينا؟ فانت دلوقتي يا اما تصلح يا اما تمشي. أنا بقول اتحاد الكورة يا تصلح يوم الخميس بقرارات من شأنها تعيد ترتيب الأمور، برنامج إصلاحي بقى تمشي. طبعًا. طب هو إحنا مش حق تجارب يا أستاذ يوسف. المزاج الكروي المواطن ده حاجة مهمة جدًا. طيب يبقى إحنا في انتظار الخميس. الناس مغمومة. إحنا كده في انتظار الخميس. إحنا في انتظار الخميس. طيب الأهلي وموسيماني. الأهلي وموسيماني علاقة تأخرت شهرين ثلاثة. من وجهة نظري. ها. ليه بقى؟ الأهلي منظومة غير أي منظومة في الكرة المصرية، مع احترام أي أنا معاك. الأهلي عنده نظام ساعة، يعني نظام كل واحد عارف دوره إيه ووظيفته إيه، وإمتى يتكلم وإمتى يسكت، وحاجات كتير جدا. عشان كده منظومة الأهلي هي أنجح في الكرة المصرية. موسيماني شخص فقد الثقة في نفسه وفي تصريحاته وفي تصريحات زوجته في الفترة الأخيرة، بدأ يهاجم في إدارة الأهلي ولاعيبة الأهلي، وبدأ يعمل حاجة تتنافى نهائياً مع سياسة الأهلي. تتنافى مع شخصية مدرب الأهلي، إن أنت كل شوية طالع في حوار وتنتقد إدارة الأهلي ولاعيبة الأهلي، وأنا معيش تشافي ومعيش هرنانديز ومعيش مش عارف مين ومعيش وائل جمعة. فحضرتك أنت دي قماشة أنت شغال بيها، أنت جاي تاخد 185,000 دولار تشتغل في نادي القرن في افريقيا. أيوه. عشان انت تضيف وتنجح واسمك ينجح من بعد ما كنت بتاخد 25,000 دولار في فريقك سان داونز، اذا وصلت ان انت تاخد 185,000 دولار وانت المدرب الاول في افريقيا على 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 مستوى الانديه. وبالتالي الاهلي وصلك للمكانه دي، الاهلي اللي حطك في المكانه دي. فالفتره الاخيره كانت كل الشواهد وكل الامور. انا لما كلمت مع احد ابرز صناع القرار في النادي الاهلي قال لي ايه بقى؟ قبل ما يقرر باربع ايام او بعد او فسخ التراضي. ابرز صناع القرار ولا واحد من الابرز؟ واحد من ابرز صناع القرار في النادي الاهلي. ماشي، مين؟ قال لي الخيط بيتقطع ما بيننا، الخيط بيتقطع. فكانت الجمله بالنسبه لي خلاص ان موسيماني موضوع وقت. ورغم ان التوقيت صعب جدا، يعني التوقيت صعب جدا على النادي الاهلي انه يمشي مديره وفني في التوقيت ده. طب عنده الزمالك. طب ما تقول لي مين الشخصية البارزة اللي شايفة كده؟ طب حضرتك صحفي وهي أجوز إن أنا لا ما أنا بحاول يعني لما أشوفك ماشي، وأنا مش هفتش السر.
طيب هل ناويين يجيبوا حد برضه من بره ولا حد من رجاله الاهلي القدام؟ لا لا لا، الخيار المصري مستحيل يكون مطروح على طاوله الاهلي برضه الفتره دي عدا ثلاث ماتشات الجايين. هيجيبوا من فين؟ من البرتغال برضه؟ هو يعني هو المدرب البرتغالي فيتوريا روي فيتوريا، بس رقمه كبير يعني، ده ابرز المرشحين. مثلا خد بالك خلاص يوسف، الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيبعت بادجت للمدربين بيتفاوض معاهم وبناء عليه يعني بلان ايه وبلان بي وبلان سي وبلان دي، وبناء عليه بيبدا يشتغل. يعني هو مش بيتعاقد طبعا، مش بيتفاوض مع واحد بس طبعا، هو محكوم في بادجت، البادجت بتاعه بيفتح. لكن مفيش اسماء مرشحه لسه. الاهلي عنده حاجه قويه تانية، ايه بقى؟ ياخدك في منطقه وهو بيروح في منطقه تانية. يعني ممكن يقول لك بيفوت تشيكي وصربي وفرنسي وبرتغالي وهو طرح الماني مثلا. يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه. اولا انا عايز اشكرك الاول احمد، الف الف شكر بجد. بس يا بخت الاهلي بنفسه بصراحه. يعني انا ما بحسدش والله، اشكرك ناقدنا وصديقنا وزميلنا العزيز احمد درويش الناقد الرياضي الكبير والبارز جدا بصراحه، صاحب التوقعات المرئيه كل مره، ما يعني كل مره احمد بيجيب جون. الاهلي فعلا فعلا مبخت محظوظ بانه الاهلي ده كلام جد بقى مش هزار. الاهلي منظومه ومؤسسه وليه مدرسه وما بيخرجش بره اعتباراته المؤسسيه والمدرسيه ايا كانت الظروف. عارف انت القطر ماشي كده، عنده طريقه معينه تتوارثها الاجيال في الاداره بتاعه الاهلي دايما، وتلاقي اللعيبه بيمشوا على المنظومه بتاعه الاداره. اللعيب ده جاي من هنا، جاي من هنا، من مصر، من بره. فعشان كده ما تستعجبش بالمناسبه ان الاهلي حاصد بطولات. انا بقول لك الكلام ده يعني بمنتهى الاريحيه، وانا زملكاوي عتيد يعني، انا لعيب كره ميه في الزمالك، مش بقى اللي هو بشجع وخلاص. وبمنتهى الامانه والصراحه طول عمرنا احنا الزملكاويه وبالذات اللعيبه اللي لعبوا رياضات جوه النادي يعني، نقول نفسنا يبقى في عندنا ادارات بنفس الطريقه بتاعت الاهلي، مش نفس الطريقه اللي هو نقلد، ان احنا نبقى ماشيين كده اهو، عندنا خط ماشيين عليه لا نحيد عنه، بنتصرف بمنتهى الحزم، بنتصرف بمنتهى المأسسة لو صح التعبير. دي أمنيتي للنادي بتاعي اللي أنا هفضل أشجعه حتى آخر يوم في حياتي، لن أحيد. عشان كده دايما أقول اللي عاوز يعني ينقي لبنته عريس كويس ينقي واحد زملكاوي. ليه؟ مفهومة، عنده ولاء وانتماء دايما. والله العظيم ما أقولكش لا يجي يمين ولا شمال، مهما حصل صامدين احنا على الدرب ماشيين وراك يا زمالك باذن الله دايما.